بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الزهراء الفضائية، وها نحن وإياكم في حلقة جديدة من برنامج دروس كربلاء، إذ سنكون وإياكم إن شاء الله نناقش مجموعة من الدروس والعبر المستقاة والمستسقاة من منهل الإمام الحسين سلام الله عليه، من منهل عاشوراء الطف. اليوم إن شاء الله سنكون مع موضوع مهم، ناقشنا في حلقات سابقة، في الحلقة السابقة تحديدا ناقشنا موضوع الصلاة، ألا وهي كيف كان الإمام الحسين سلام الله عليه ضحى بنفسه وقدم أصحابه وقدم أهل بيته قرابين لله تعالى، وكلهم وضعوا قانونا مهما، ألا وهو إن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. اليوم سنكون مع موضوعة مهمة في مجموعة من الأحاديث والأسانيد والروايات، في مجموعة من الأدبيات الدينية لو صح هذا التعبير، هناك مفردة الغيرة تتردد بين حين وآخر، نقرأها في كتاب ينقل فيه حديث قدسي عن الله تعالى، أو حديث يخاطب به الله عز وجل نبيا من أنبيائه يتحدث عن أن الله غيور. مرة من المرات نقرأ في سيرة أهل البيت وسفرهم الخالد كيف كانوا غيورين، مرة على الدين، ومرة عن أعراضهم، ومرة عن مجموعة أخرى من المقدسات المشروعة التي شرع الله أن يدافع عنها. ومرة نجد أن الإنسان إذا مات عن دينه أو عن عرضه أو عن ماله مات شهيدا، أو مات بمنزلة الشهيد بما مضمون الرواية. اليوم سنكون مع سيدي شباب أهل الجنة وسيد الغيرة الإمام الحسين سلام الله عليه، سنكون وإياكم في مجموعة من الوقفات مع الغيرة الحسينية. نرحب وإياكم بسماحة الشيخ خادم الزهراء الشيخ مهدي الطرفي الخطيب الحسيني. مرحبكم إن شاء الله. الغيرة الحسينية لكم وابدأوا بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليكم إخوة الأعزاء، أخوات الكريمات، ورحمة الله وبركاته. طبعا كمقدمة إخواني، الغيرة أو الغيرة كلاهما صحيح. الغيرة مفهوم إسلامي وعام، وقاعدة إنسانية، مو بس إسلامية، إنما قاعدة إنسانية، وقد شجع عليها كل الأديان ومن جملتها الإسلام. ولهذا عندنا مولانا بعض الذنوب، بعض المعاصي تذهب الغيرة. الغيرة حالة إسلامية وحالة إنسانية بالأحرى أن نقول، لأن احنا عندنا مولانا العزيز الأعمال وكذلك العبادات على نوعين، إما عبادة إنسانية وإما عبادة دينية. عبادة إنسانية، عبادة دينية، اثنين. مثل من؟ العبادة الإنسانية مثل الأخلاق، الأخلاق حالة إنسانية ما تختص بالدين. صاحب الأخلاق المسلم يحبه، والنصراني يريده، واليهودي يحترمه، الكل يحب صاحب الأخلاق، فهي حالة إنسانية مو حالة دينية. مثلا بر الوالدين، الصيني يبر والده، المجوسي يبر والده، بل الحيوان يبر والده، الحيوان أجلكم الله يبر والده، المسلم يبر والده. تروح للهند، إلى أي منطقة، إلى أي دين، أي فئة، إذن أي هي حالة إنسانية، حالة إنسانية. ووصينا الإنسان بوالديه، لم يقل المؤمن يا أيها المؤمنون، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فإذا إحسان الوالدين حالة إنسانية. بالمقابل عندنا حالة دينية، الصلاة حالة دينية، الصوم حالة دينية، حتى غير المسلم يصلي من باب الاعتقاد الديني، الاعتقاد الديني لا. يعني يلزم عليه دينه، مثل البوذي أو السيخي أو الهندوسي، فإذا الدين الذي يوجب عليه يلزمه بالصلاة مولانا. نعم. زين، الغيرة حالة إنسانية، يعني ما تغتص بدين دون دين، لكن لما أجى الإسلام أعطانا أسس، أعطى المسلم أسس. أكو بعض القضايا مولانا تمحل الغيرة وتقلل من الغيرة، وأكو بعض الأعمال، بعض حتى المأكولات الآن أذكرها لك، تزيد في الغيرة. نعم. سبحان الله. من الذنوب المعاصي، يعني الأشياء المادية، الأشياء المعنوية بالأحرى،
الأشياء المعنوية التي تنقص الغيرة وتذهب بالغيرة. الأول، أول شيء شرب الخمر مولانا. شرب الخمر يزيل العاقل ويذهب بالغيرة، رواية. حتى الإدمان على المخدرات. نعم. الإدمان على المخدرات أنتم شايفين مولانا أو سامعين يمكن أن هذا المدمن على المخدرات إذا عنده أموال يشتري مخدرات، إذا ما عنده أموال شو يسوي؟ يبيع عرضه مولاي لكي صحيح. يكتسب المخدرات. صحيح. ليش؟ لأن غيره ما عنده. فقدت. خلاص. هذا مولاي إدمان على المخدرات. الخمر بعد، الزنا والعياذ بالله. الزنا يذهب بالغيرة. سمحت شيخ فقط أستوقفك عند الزنا. نعم مولاي. الزنا قد يكون مفهوم عام. نعم. يعني يروى أو ما ورد يمكن أن أحد الأئمة سلام الله عليهم أو النبي صلى الله عليه وآله فصل الزنا إلى زنا العين وزنا الأنف. نعم. هل هذا أيضا ينطبق عليه أنه يذهب الغيرة؟ مولاي إحنا عندنا قاعدة تسمى قاعدة التبادر في كتاب الأصول. نعم. قاعدة التبادر، لما أنا أقول كلمة الزنا إيش تفهم منها؟ الزنا بالمفهوم الخاص اللي موجود. نعم. الزنا هي مقاربة مقاربة امرأة أجنبية مع رجل أجنبي، هذا قاعدة التبادر. إذا أجد قرينة أنها تدل على المعنى المفهوم العام هذا شيء آخر، لكن الإمام سلام الله عليه هسه أذكر لك عن الرواية الزنا بالمفهوم الخاص يعني المقاربة. لم ترد قرينة لتصرف الذهن إلى بارك الله فيكم. نعم. إلى المفهوم العام. نعم. فهي مفهوم الخاص يعني المقاربة، واضح مولانا؟ نعم. وهذا الإمام سلام الله عليه، الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه عنده فت كلمة روعة، شو يقول؟ يقول ما زنا، ما زنا غيور قط. طبعا هذه القط أبدية. بارك الله فيكم. إذن الإمام عند طبعا هي الرواية بها مفهوم بها منطوق. منطوق الرواية ما زنا غيور قط، إيش تفهم من عدها؟ إذا زنا أحد فهذا ليس غيور. بغيور. ومن زنا فهو غير غيور. خلاص. واضح مولانا؟ مفهوم ومنطوق. يعني في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. ما يفرق خلاص. ما زنا غيور قط، إذن الزنا يذهب بالغيرة. عندنا بعض الأمور أيضا تذهب بالغيرة، مثل من مولانا؟ أكله. لحم الخنزير أجلكم الله، سبحان الله، رواية هذه بها عن الإمام الصادق عليه السلام، واحدة من أسباب تحريم لحم الخنزير أجلك الله، بآثار هواية. طبعا لحم الخنزير من جملة اللحوم الذي يتشكل من الديدان، يتشكل من ديدان ويتبدل إلى ديدان، حتى لو يأكله الإنسان يتبدل إلى ديدان في بطنه ويذهب بغيرة الإنسان. أنتم هل تشوفون مولانا الجماعة اللي يأكلون الخنزير ما يفرق للدنيا طشت لو رشت، زين يطلع من الباب، يدخل واحد من الباب يطلع من الشباك صار عنده ولد ما يدري هذا الولد المن، زين ليش؟ لأن يأكل المحرم وهذا المحرم يذهب بالغيرة، يرى بعينه لكن لا يتكلم بشيء، واضح حبيبي؟ زين عندنا بالعكس، عندنا أعمال تزيد في الغيرة. نعم. عندنا حتى بعض المأكولات تزيد في الغيرة، مثلا أكل لحم الإبل الناقة الجمل هذا يزيد في الغيرة بشكل مو طبيعي. يعني هناك يقال في معرض آداب أهل البيت سلام الله عليهم وتأديبهم للناس أن الإنسان يعرض إذا رأى من الحيوانات ما لا ينظر إليه من البشر. نعم. فيقال أن الإبل من الحيوانات المتحفظة جدا في مقاربة بارك في المقاربة كالغراب وغيره. أحسنت. نعم. نحن عندنا مولاي عندنا أنه أن الناقة الجمل الإبل أن الإبل الناقة أغير حيوان، بحيث أنه لا يتزوج بأي ناقة، لا الإبل الجمل لا يتزوج بأي ناقة إنما يختار زوجة واحدة، العجيب هنا. الثاني لا يتزوج بمحارمه، بمحارمه أم، هاي أمه يعرفها أمه، هذه مثلا من نسله، هذا يعرف أنه هذه من نسله يعني ابنته، واضح مولانا؟ لا يتزوجها، هاي الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة عند الناقة أنه إذا أراد أن يقارب ناقته، الإبل الجمل أراد أن يقارب الناقة يأخذها إلى مكان لا يراه فيه أحد مولاي فيقاربها، يعني عنده. وللأسف إحنا بالعكس عندنا بعض الناس، بعض الناس يتفاخر بهذا. أولئك كالأنعام هنا لازم تثبت، بل هم أضلوا سبيلا، أضلوا سبيلا، يعني أكو ناس مولاي مو كالحيوان، الحيوان أشرف يعني منا مولانا. أنقل حالة من الحالات، تعرفون أن الجامعات في بعض المدن في العراق في غير العراق يعني تحولت في بعض مفاصلها إلى مناطق للسفور والرذيلة. صح.
مع وجود الطلبة والطالبات المحافظين والمحافظات الذين يجدون الخطى ويحثون السير نحو تصحيح الواقع، لكن أعمالهم قد تكون ضيقة، يعني حتى ينتقلون من تصحيح الآخر إلى أن يحافظوا فقط على أنفسهم. نقل أنه الأستاذ قام بتوبيخ إحدى الطالبات، كانت ترتدي ملابس فاضحة، قالت له: أستاذ، أنا والدي من اشترى لي هذه الملابس. صحيح، يعني حقيقة صحيح. حقيقة على، يعني يجب أن نقف عند هذه النقطة، نرى يعني على أقل التقادير الإنسان الذي يجد نفسه بدون غيرة يراجع نفسه الأسباب. باب التوبة مفتوح، فما باب إصلاح البشر؟ صحيح، إصلاح النفس مفتوح مع الله، فإصلاح البدن طبعا. ولهذا نحن عندنا رواية الرواية أنه متى يظهر الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام الحجة يظهر في زمان يكثر فيه الفساد والعهر والفسق والفجور والظلم، هذا يتكاثر فيه. من جملة علائم ظهور الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الله يسلب الغيرة من بعض الرجال. يشوف بنته سفور، في هبطات جبرائيل، يشوف بنته سفور لا يستطيع أن يتكلم، ما يتكلم، حتى يعني لو استطاع لا يتكلم. أنا فقط حتى لا أتشعب معك في الموضوع سمحت الشيخ، لكن صدركم رحب وكلامكم سلمكم الله شرف. بيني بين الله، في بعض الأحيان هناك دعاء يوصي به العلماء الأعلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قد يكون في هذه الحالة زين له الشيطان سوء أعماله، كيف يعالج نفسه؟ العلاج مولانا طبعا: من كان مع الله كان الله معه، من كان لله كان الله له. خلص، الله سبحانه وتعالى مولانا العزيز فتح بابا يسمى باب التوبة. الإنسان بمجرد أن يتوب، بمجرد أن يصمم، يصير عنده إرادة وتصميم ويصمم على التوبة والترك. لكن توبة نصوحة، الشمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه، الشمر ابن ذي الجوشن أي أحد ذنبه أعظم من الشمر الذي مثل بجسد الحسين؟ الشمر أخذ رأس الحسين مولاي ودخل على يزيد: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيدة المهذبة المحجبة. بعدين يتكلم يقول له: قتلت خير الناس أما وأبا. قال له: قتلت من؟ قال له: قتلت الحسين. إذا تعرف أمه هيك وأبوه هيك وجده، لماذا قتل؟ يقول له: طمعا بالجائزة. قال له: أخرج، لا جائزة لك عندي. شمر ابن ذي الجوشن يذهب إلى الإمام السجاد نادما: يا ابن رسول الله، هل لي من توبة؟ هذا هم درس من دروس كربلاء، هل لي من توبة؟ أكو عدو ألد من الشمر للإمام السجاد؟ الآن ألد أعداء الإمام السجاد هو الشمر ابن ذي الجوشن. هل لي من توبة؟ الإمام إيش قال له؟ قال له: إن تبت تاب الله عليك، فصلي بين صلاة المغرب والعشاء ركعتي الغفيلة وادع الله أن يغفر لك في قنوتها، الله يمن عليك بالغفران. شمر ابن ذي الجوشن مولاي. رجع الإمام السجاد عليه السلام إلى زينب سلام الله عليها، أخبرها، فلامته زينب: يا ابن رسول الله، تعرف هذا قتل أخي الحسين ومثل بجسد الحسين، تعطي طريق النجاح والتوبة؟ يقلها: عم يا زينب، إن الله أرسلنا رحمة للعالمين. نحن نريد الإرشاد والهداية. كما كان الموضوع مع الزهراء سلام الله عليها، إذ قيل لها: لا تكشفي رأسك، أي أنتم رحمة. أي نعم نعم مولاي، خلوا ابن عمي، أو لا أكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. يا زهراء، يخاطبها سلمان: يا زهراء، يا بنت رسول الله، إن الله أرسل أباك رحمة للعالمين، فلا تكوني نقمة عليهم. نفس الدروس مولانا. زين، هذه طريق التوبة، باب التوبة مفتوح إن شاء الله. هذا الدرس من الدروس راح نذكره إن شاء الله بعد ذلك. أجملوا في دقيقة ما تريدون أن تتفضلون به في المحور الآخر. فإذا مولانا العزيز، الغيرة حالة إنسانية عند كل إنسان، لكن بعض الناس منذ الولادة طبعا الغيرة طبعاً موجودة. أنتم لم تكملون، ولو أنا قاطعتكم، لم تكملون الأمور التي تزيد في الغيرة. أي نعم، هذه تفضلتم بأكل لحم الإبل وبينتم صفات الإبل. لحم الإبل، بارك الله فيكم. هذه بالنسبة إلى لحم الإبل، المحافظة على الحجاب والنجابة، الحفاظ على الحجاب، هاي وحدة. الثانية، الثالثة مولانا، عدم استراق النظر إلى محارم الناس.
إلى أعراض الناس. الإنسان كلما نظر إلى عرض نقص من غيرته، وبالتالي هي الدنيا ديون ينظر إلى عرضه. كما تدين تدان، كما تطرق أبواب الناس يوم من الأيام هم بابك يطرق. أنا أذكر السيد الفقيه محمد رضا الشيرازي رحمة الله على روحه الطاهرة، هذا شهيد الكلمة، يقول في مرة من المحاضرة من المحاضرات، يقول هناك بعض البشر تجد أن لا شغل لهم سوى مطالعة هذه، هذا ظهرها عريض وبدنها جميل وطولها كذا وتذهب كذا صحيح. سبحان الله، وكأن الدنيا صحيح. ليست إلا هذا. صحيح بالفعل. فإذا أكو أسباب مولانا العزيز، من جملة الأسباب، إنما أقولها بشكل عام أفضل، من جملة الأسباب التي تنقص في الغيرة هي الذنوب والمعاصي، لأن الذنب والمعصية، طبعا مولاي الذنوب والمعاصي كل ذنب له أثر سلبي خاص. بعض الأدعية، بعض الذنوب تحجب الدعاء، بعض الذنوب تقطع النسل، تعقم الإنسان، بعض الذنوب مولانا تسلب الغيرة، بعض الذنوب تسلب الرزق، بعض الذنوب ترفع البركة. يعني بتعبير آخر، يعني لو صح هذا تعبير القاصر، أن هناك ذنوب ذات أثر دنيوي وذنوب ذات أثر أخروي. نعم مولاي، سلمكم. نقف عند هذه النقطة إن شاء الله، ننطلق إن شاء الله بعد الفاصل مع غيرة أبي عبد الله سلام الله عليه على حريمه ونسائه في الطف، ولديكم قصة حقيقة نسأل الله أن توفقون بأدائها بما يرضي الله وكما يرضي الله إن شاء الله. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أرجو أن تلتفتوا إلى بعد الفاصل، سنكون مع قصة من القصص التي قل الالتفات إليها في السيرة الحسينية العطرة، في سيرة أبي عبد الله. احضروا ورقة وقلم واكتبوا هذه القصة، واجعلوها إرثا تتدارسوه، وإرثا تورثونه لأصحابكم، لأبنائكم، لمن لهم حق عليكم. وعلموا الناس من هو أبي عبد الله الحسين، احذفوا اسم الحسين، وعلموا الناس عن هذا الرجل الشجاع، ثم قولوا إن هذا هو أبي عبد الله رمز الأحرار. كونوا معنا بعد الفاصل، وها نحن وإياكم من قناة الزهراء الفضائية مستمرون ودروس كربلاء. كونوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام ودروس كربلاء. حياك الله سمحت الشيخ. سلمكم الله. سلام مولانا الكريم. إذن سمحت الشيخ، غيرة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه يوم الطف، لديكم قصة حقيقة تستحق أن نقف أمامها وقفة إجلال وإكبار. سلمكم الله. طبعا الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى وقفات في الغير وفي كربلاء، ولابد أن تكون لنا درسا مولانا. أنا لما أخدم الحسين لابد أن يكون محافظتي على عرضي بالذات. فلننظر ونرى ما هي غيرة الحسين حتى على عياله، حتى على غير عياله. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أنا أضرب لك ثلاث أمثلة مولاي. المثال الأول، إذا سمح مسنح لنا الوقت إن شاء الله، وإذا أرخصتمونا أن نقرأ بيتين في الأخير إن شاء الله، بيتين إن شاء الله تعالى. تشاءون بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. الموقف الأول للحسين لما خرجت أم وهب. سمحت شيخ قبل أن تقولون المواقف، طبعا في بعض الأحيان نحن خطابنا إن شاء الله فقط التوضيح للأخوة والأخوات، الخطاب موجه إلى جملة من الأخوة والأخوات، بعضهم قد يكون فهمه يعني لا يتحمل هذه المضامين، ينشد إلى الحسين من خلال النعي. سنصل إلى الهدف إن شاء الله، إن شاء الله بهذا النعي الطيب إن شاء الله، بحضور الزهراء سلام الله. سلام الله. الزهراء تحضر أينما ذكر جدي الحسين، تحضر جدتي فاطمة الزهراء كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. تفضل. الموقف الأول للحسين عليه السلام مولاي، لما خرج وهب وهو من أنصار الإمام الحسين عليه السلام، أم وهب خرجت خلفه طلعت، فرآها الحسين قال زينب ارجعي أم وهب، يا أم وهب ارجعي إلى خيمتك ارجعي. فأرجعها وما خلى امرأة تخرج من الخيمة إلا عند الضرورة. هاي النساء اللي قتلت في كربلاء ضرورة قتلت في كربلاء، وإلا الحسين كان مانع أن تخرج امرأة. هاي غير أن الجهاد ساقط عنها، ساقط عنها. هاي غيرة للحسين عليه السلام. الغيرة الثانية أخي، هاي عجيبة، هذه القضية حقيقة مؤلمة، مؤلمة والله. الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر يقول في جسد جدي الحسين 1950 جرح. قال المولاي ابن رسول الله جسد يحمل 1950 جرح ما يصير. قالهم طعنة الرمح على الطعنة الأولى،
وضربة السيف على الضربة الأولى، وضربة النبل رمي النبلة على الرمية الأولى، والحجارة فوق الحجارة، يعني الجرح فوق جرح مولانا الحسين عليه السلام. 1950 جرح حتى سقط الحسين. سقط الحسين ضربوه بسهم ذي ثلاث شعب، أنا ذكرتها كما هو بعبد الله الرضيع. عبد الله الرضيع يعني سهم ذي ثلاث شعب. جابون، أنا ذكرت في أحد الحلقات في أحد البرامج، جابوا أحد شباب حسيني، شباب مخلص حسيني، صابته رصاصة مولانا طلقة. فالطبيب ينقلي قال لي شيخنا جابوا الولد عنده محاسن وحلو، حسيني هو مبين، حسيني عرفه. يقول فأردت أن أستخرج منه الرصاصة هذه الطلقة، يقول ما تحمل يعني، بس أنا ألمس رجله وإذا ألم شديد عنده. فقلت له أنت حسيني؟ قال لي أنا حسيني. قلت له أنا أنقل لك شيء عن الحسين، أنقل لك شيء عن الحسين وتخليني أطلع الرصاصة. يقول هو هدأ سكت مع آلامه. يقول قلت له تدري أن الحسين لما أصابوه بسهم ذي ثلاث شعب، الحسين من أين استخرج السهم؟ استخرجه من صدره أو من قفاه؟ استخرجه من القفا مولاي الحسين. أتعرف لماذا؟ قال لي ليش؟ قال إن هذا السهم به خصلتين، الخصلة الأولى رؤوس السهم الثلاثة مسمومة ومتباعد، والخصلة الثانية أن هذا إحنا نقول له ردة، كل سهم إلى ردة، يعني إلى حالة ردة، يعني إذا صاب ما ممكن يرجع، إذا رجع يستخرج جميع الأمعاء والأحشاء وقلب الحسين معه. فشوف الشجاعة الحسينية، ما استطاع أن يستخرج السهم، فشوف شجاعة حسينية، يقول دفع السهم فاستخرجه من ظهره. يقول شفت الولد أخذ بالبكاء، الشباب يقول يبكي بشكل غير إرادي، استخرجت الطلقة هو يبكي بعد. فسقط الحسين مولاي على رمضاء كربلاء. لما سقط الحسين شوف الموقف الثاني، وشوف الغيرة الحسينية مولانا، ولابد أن نكون كالحسين عليه السلام. أنا خادم الحسين، أخدم الحسين وأكون كالحسين سلام الله عليه، أحفظ عرضي، أحفظ شرفي مولانا كما حفظ الحسين. ولا الحسين درس مو دمعة فقط، لا، عبرة وعبرة إخوانا الأعزاء. فسقط الحسين عليه السلام، احتوشوه الأعداء مولاي من كل جانب ومكان، كلها عدوان، هذا يطعنه بالرمح وذاك يضربه بالسيف وهذا يضربه بالحجارة وهذا يضرب كذا، يضرب الحسين، يضرب الحسين، يضرب الحسين، والحسين لم يتحرك، لم يحرك ساكنا. فقالوا إن الحسين قد قتل. الشمر قال لا، هذا ابن أبي تراب، هالسهولة ما يموت هذا الحسين، هذا ابن علي بن أبي طالب، ابن فارس الفرسان، بطل الأبطال هذا الحسين. لكن أنا أقولكم هذا حي أو ميت. إيش قال؟ صاح، قال لي يا حسين أتستلذ بالنوم وقد هتكت حرمك؟ تقول الرواية وإذا الحسين مع عدة جراحاته ثلاث مرات يقوم الحسين ويسقط، ثلاث مرات مولانا يقوم ويطيح الإمام. لما سمع اسم زينب، لما سمع اسم العيال مولاي، ثلاث مرات يقوم ويطيح، يعني ضربة السهم ما أثرت به، طعنة الرمح ما أثرت به، لكن اسم العيال والغيرة لا، أثرت في نفسه مولاي ثلاث مرات. شوفوا الغيرة الحسينية إخوان الأعزاء أخوات الكريمات، شوفوا غيرة الحسين على زينب، على أطفاله، على عياله. هذا موقف. وتعال شوف الموقف الأخير، الموقف الأخير عجيب للحسين عليه السلام. الحسين يقف، لما يهجم عليهم مولانا، هجم عليهم، وصل إلى الماء عطشان ثلاثة أيام، وعلى رواية سبعة أيام الحسين ما شرب ماء. إخواني أخواتي يا شيعة أمير المؤمنين، ترقبوا هذه القصة، شوفوا واقعة الحسين وشوف حقيقة الحسين عليه السلام. مولانا الحسين ثلاثة أيام وعلى رواية سبعة أيام لم يشرب الماء، بشر ما شرب ماء. أنت تصوم صومك من الفجر إلى المغرب، ما تشرب ماء، تتحمل الجوع بس العطش ما تتحمله، صعب صعب، يعني رجل بشر، بشر إنسان، ثلاثة أيام أو سبعة أيام على رواية لم يشرب ماء، ووصل إلى الماء من بعد ذبح أبي الفضل العباس وذبح حتى الرضيع، الكل قتل، وظل الحسين وحيد فريد، لا ناصر ولا معين. نزل للمشرعة وأراد أن يشرب الماء، أراد يشرب الماء، فنادى المنادى أو المنادي، يا حسين قد حرقت الخيام، يا حسين هجموا على العيال، هتكوا العيال يا حسين. مولانا ايش قد يشرب ماي؟ ايش قد تاخذ فترة زمنية؟ ما تاخذ شيء، ثانية، ثانيتين، نصف ألقى دقيقة ألقى الماء مولانا، هذه النصف دقيقة هم ألقى الماء على الماء ورجع الحسين.
إلى الخيمة بمجرد أن سمع اسم العيال. رجع إلى الخيمة، شاف الخيمة صاحية، ودع العيال. هذه المصيبة اللي أقرأ بها أبيات، ودع العيال، الكل ودعهم. ثم جاءت زينب بجواده، لأن الجواد خلى بباب الخيمة ودخل. من ذا يقدم للجواد؟ من ذا يقدم للجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده، جابت الخيل الفرس مولانا أعطته. أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنو. لما أعطته مولاي صعد على ظهر الجواد ودع، لما ودع ضرب الجواد، الجواد لم يتحرك. اسمع المصيبة مولاي، الجواد ما تحرك، نهاره الحسين، ضربه الحسين ما تحرك. شاف زينب تبكي، قالها أخي زينب ما يبكيك، ليش تبكين ولماذا الجواد لا يتحرك؟ قالت لها أبا عبد الله لا تلوم الجواد ما يمشي، يا أبا عبد الله انظر إلى رجل الجواد. نظر الحسين وإذا شاف سكينة تعلقت برجل الجواد، سكينة متعلقة برجل الجواد وما تخلي الجواد يتحرك، لأن أبوها على جواد المنية مولاي. يقول نزل الحسين أخذ بسكينة، لأن الحسين كان يحب سكينة حب جم. يقول ضمها إلى صدره ثم قبلها، نظرت إلى أبيها وتعاين علي مولانا ويروح للموت وما يرجع. وأي أب حنون هذا الأب الرؤوف الحسين، يعني تمثال الأبوة، تمثال الأخلاق. الإمام الحسين هو الأخلاق، هو العدل، هو الشفقة، هو الرأفة، هو الأبوة بذاتها. يقول نظرت إلى أبيها وعيناها مولاي تنهمر بالدموع، نظرت تحكي يا أبوها مولانا، تقول له لو راح الأبو فيته كبيرة. أي والله الإنسان إذا خلى أبوه بالقبر، لو خلى أمه بالقبر، كلمة أبويا بعد ما يسمح، كلمة يمها ما يسمح. فهنا سكينة تتكلم مع الحسين، تقول له أبويا لو مات الأبو فيته شبيرة، يا ما هو ولد مفقود حتى يصير غيره. تقول له يا والدي يا والدي والله عظيمة، أنا صير من زغري يتيم، أثار الأبو يا ناس خيم، يظلل على أولاده وحريم. بارك الله فيكم مولانا العزيز. هذه نبذة من المواقف، طبعا أنا باختصار النعي. بارك الله بكم. أنا أذب حملي أكثر على المصيبة اللي والله علم. هذا مطلوب. بارك الله فيكم مولانا. هذه ثلاث مواقف للحسين تدل على غير الحسينية وعلى غيرة الحسين. أنا أشكركم يعني أنا كإنسان سلمكم الله معنا. عبد الذليل فقير لله أشكركم لأنكم تفضلتم علي الله. بكلمات كانت نتيجتها دمعة، أنا مؤمن بأنها جنة بيني وبين النار. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سلمكم الله. شاء الله. مهدي الطرفي وفقكم الله وزادكم الله شرفا من الزهراء سلام الله عليها. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وإياكم في ختامات هذه الحلقة من دروس كربلاء. إلى درس قادم، نتمنى أن نلقاكم أو نلتقيكم في الدرس القادم ونحن في دولة مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلى اللقاء.